الزهري نعمة، الزهري نعمة كان ذاك الوقت، والذراع الأيمن كان عنده الخبرة ثم في القاشي، خبرة في اسمها تسيير الإدارة، كان مكلف بالإدارة يعني. ربي يحفظه إن شاء الله. كان باغي يصدر حال؟ حوالي 6 شهور 7 شهور. ثم عينت في مصر. بعد عينت في مصر، أصبح مكلف بابتداء سيدي نائب المختلطات و سيدي نائب وحاجي معه. حاجي حوالي مدة 3 شهور 4 شهور. وبعد جاء التعيين النهائي في سيدي نائب. ثم انتقلت؟ ثم انتقلت لسعد، شانجيت لو كاب الاتجاه، احنا نصور للسياسه في البلد. قبل السياسه اخر 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 مدرسه ادرتها قبل ان تقع؟ قبل ان تقع مدرسه الشهيد بسام العزيز. الجيل الشهيد بسام العزيز. كانت علاقتك مع المعلمين جد رائعه، ويحضر معنا احسبها كذا احسبها اذا يحضر معنا ال ال المربي والمعلم السي حسين شفاه الله وعفاه وامده بالصحه والعافيه. انت تعاملت وعملت مع الاستاذ سي جلالي؟ مع اخي سي جلالي. اخيك الله يتعافى. كان اخ وكان نعمل اخ اثناء العمل في السنوات الاخيره التي منها تقاعدت واياه في نفس السنه، خرجنا في نفس اليوم حتى قدمنا الملفات في نفس اليوم. في نفس اليوم. اي ما شاء الله ربي يعوض ان شاء الله. وكان نعمل اخ للجميع للجميع. كان يعاملنا معامله طيبه طيبه. ربي يجازيه ان شاء الله، ربي يوفقه ان شاء الله فيما هو قادم الايام ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. حمدك الله ورعاك ان شاء الله. اخ الجلالي، ننتقل الان من مجال التعليم والتربيه الى مجال الرياضه. دائما احنا عرفنا واحنا شباب نسمعوا باللي بشري جلالي هو سرباح تاع عمل مصر. يقولون. انا نسمع. يقولون. يقولون دائما نسمع ونقولوا سهل. تفرجت فيكم وانتم تلعبوا في كنت صغير ونتفرج، يقولوا دائما يقولوا كي ذكر اسم بشري جلالي يشابه بسرباح، لأن سرباح كان حارس عالمي. ذاك الوقت كان سرباح هو الظاهرة في الجزائر. في الجزائر. كيفاش ولوجك لعالم كرة القدم؟ ولوجي لعالم كرة القدم هذا عالم آخر، غير تربية وتعليم وغير الحياة العادية. أول مشاركة لي في كانت عندنا